بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، تذكرون جيدا أنني قبضت قبل أكثر من سنتين أن أترشح لرئاسيات عام 2007، وقد منحتموني ثقتكم الغالية وشرفتموني بأن أكون أول رئيس مدني يصل إلى السلطة عبر انتخابات تعددية شفافة في بلادنا. وتعلمون جميعا العوائق التي حالت بيني وبين ممارسة مهامي بعد فترة وجيزة، ودخلت موريتانيا بموجبها في أزمة دستورية نرجو أن نتعاون جميعا على الخروج منها بسلام ووئام. وفي ظل هذا الأمل الجديد، أود أن أبادر بتوجيه شكر خاص إلى كل الذين عملوا معنا بصدق وإخلاص من أجل الخروج من الأزمة. وأريد أن أخص بالشكر أخي الأستاذ عبد الله ود رئيس جمهورية السنغال، الذي ضرب بسعيه الدؤوب مثلا رائعا في مراعاة حقوق الجوار، وجسد وعيا عميقا بتشابك مصالح البلدين الجارين وبمخاطر الأزمة الموريتانية على السنغال نفسه وعلى المنطقة كلها. كما أتوجه بالشكر إلى الاتحاد الإفريقي الذي كافح بقوة منذ اليوم الأول عن الشرعية الدستورية، وشارك بفعالية في البحث عن الحلول الملائمة للأزمة الموريتانية. ومن الطبيعي أن يشمل هذا الشكر البلدان الصديقة الدائمة العضوية في مجلس الأمن والبلدان الأعضاء غير الدائمة. والشكر موصول إلى المنظمات الأعضاء في فريق الاتصال الدولي، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للفرنكوفونية ومنظمة الأمم المتحدة، وإلى كل من شاركوا هؤلاء وأولئك دفاعهم عن الشرعية الدستورية في موريتانيا وسعيهم للعودة بالبلاد إلى وضع دستوري سليم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لا أريد في أي ظرف من الظروف، وبالأحرى في الظرف الذي نعيشه اليوم، أن أدخل في مهاترات تؤخر ولا تقدم. ولذلك فإنني لن أتحدث عن الفترة الاستثنائية التي دخلتها البلاد منذ شهر أغسطس الماضي، سأترك ذلك لكم وللتاريخ. ولعل الوقائع التي عشتموها قد أعطتكم ما فيه الكفاية من الإجابات، لكن من حقكم علي في أول فرصة نجدها منذ شهور للتحدث إليكم في وسائل الإعلام العمومية، أن أرد على بعض التساؤلات الصريحة والضمنية التي تطرحها الأحداث التي عشتموها في الشهور الماضية وما رافقها من تهم وشبهات طرقت أسماعكم آناء الليل وأطراف النهار طيلة نحو 10 أشهر، ووضعت اختياركم الحر في عام 2007 موضع الشك والريبة. إن من واجبي دون أن أتطلع إلى وضع حصيلة أن أقول لكم بأمانة وتواضع أن 15 شهرا التي شرعت خلالها في ممارسة المهام التي عهدتم لي بها كانت شهورا حافلة بالنشاط، اجتهدنا خلالها في تجهيد قيمنا الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال وترسيخ تجربتنا الديمقراطية الفتية. فكانت هذه الأشهر ربيعا من الحرية لم يشهد اعتقال أي فرد بسبب رأي أو موقف سياسي، ولا مصادرة أو حجب أي صحيفة، بل فتحت وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، وتمت القطيعة بشكل كامل مع أسلوب تسخير هذه الوسائل
للدعاية المحضة للسلطة القائمة. وخلال هذه الفترة حرصت شخصيا على أن لا يقع مني ولا من الجهاز التنفيذي أي تدخل في عمل المؤسستين التشريعية والقضائية، كما شهدت موريتانيا نشاطا برلمانيا مكثفا غير مسبوق في تاريخها، حيث استغرقت الدورات البرلمانية ما مجمله نحو 8 أشهر. وعلى صعيد آخر أعطينا مؤسسة المعارضة الديمقراطية دورها الكامل والتزمنا بالتشاور نهجا ثابتا بالتعامل معها ومع كل أضياف الساحة السياسية والمجتمعية في كبريات القضايا الوطنية. وقد أصدرنا النصوص التأسيسية لأول محكمة عدل سامية في بلدنا تختص في مساءلة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى ومقاضاة أعضاء الحكومة في حالة الاختلال بواجباتهم السامية. وكنا في كل ذلك نسعى لخط دولة مؤسسات وثقافة حوار لا مجال معها للاستبداد والتسلط، وسعيا منا إلى بناء الإدارة والأمر العمومي على أساس متين من الأخلاق والقيم واحترام القوانين، بادرنا لأول مرة في بلدنا إلى سن قانون يفرض على المسؤولين السامين تصريحا بممتلكاتهم في بداية ممارستهم لمهامهم وبشكل دوري طيلة عملهم بعد ذلك. وفي مجال تعزيز الوحدة الوطنية والترقية الاجتماعية وتعبئة الطاقات الكاملة لشعبنا من أجل التنمية، تعلمون جميعا المبادرات الكبيرة التي اتخذناها بشأن تجريم الاسترقاء وبشأن عودة المواطنين الموريتانيين من المنفى، كما تعلمون جميعا المكانة الكبيرة المستحقة التي احتلتها المرأة الموريتانية لأول مرة في تاريخ البلاد في هرم السياسة والدبلوماسية والإدارة. ومن الناحية السياسية كان للتجربة الديمقراطية التي شهدتها البلاد أثر بالغ الأهمية في خلق طبقة سياسية جديدة غيورة على مصالح الوطن متشبثة بالمكاسب الديمقراطية مستعدة لتضحية من سبيل البلاد متشبعة في الوقت ذاته بقيم الحوار والتسامح. وفي مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة للسكان اتخذنا قرارا رمزيا طوعيا تنازل بموجبه رئيس الجمهورية والوزراء وفئتهم من الموظفين عن 25% من رواتبهم، ووضعنا برنامجا للتدخل لصالح السكان في مواجهة أزمة القلاء العالمية اعتمدنا لتصوره وتنفيذه ومتابعته وتقييمه مقاربة تشاركية رائدة اعتبرته الهيئات الدولية المختصة مثالا يحتذى في الدول ذات ظروف مشابهة. والأهم من ذلك كله أننا وضعنا أسسا أردناها متينة